اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين مع بطل ابطال العالم عظيم يا اهلي. عارفين مفيش موسم حصلت فيه الجداره الكامله بالعلامه التامه لتتويج بطل اكتر من هذا الموسم. سيبكم ان هو امتد لاكتر من سنه بفعل التوقف الطويل عده شهور اثناء ازمه كورونا، لكن هذه الجداره الكامله بالارقام القياسيه الناصعه الحقيقه اللي ما حدش، خليكم بقى فاكرين الموسم ده بتاع 19 20 عشان اللي هيقول لك بعد كده بالتحكيم قول له كان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره. رئيس اتحاد الكوره دي واقعة يا باشمهندس بتفكرك بكل الوقائع التاريخيه في تاريخ المسابقه من سنه 48. يبقى قيادات اتحاد الكوره من اصل نادي الزمالك والاهلي يتوج بطل، ويطلع حد ما اعرفش ملوش لازمه دلوقتي يقول لك كان بالتحكيم وكان ما اعرفش ايه. لا، وإدارة اتحاد الكرة ما هياش أهلاوية خالص تتحقق هذه الجدارة الكاملة للأهلي. بص يا أستاذ إبراهيم، اتحطت، أنا مبسوط جدا بفريق الإعداد وسعادتك على رأس القائمين على هذا الأمر. أنتوا حطيتوا في هذا الجدول ست معايير بين مقارنة الأهلي كبطل الدوري المصري بالأندية العالمية بأبطال الدوريات العالمية سواء والعربية والإفريقية. يعني الأبرز من الخمس مع ست معايير دول الاهلي في المركز الاول في خمسه. بصوا بقى عشان تحتفظوا بهذا الجدول، ده جدول الجداره الاهلاويه الكامله على مستوى دوريات العالم. الاهلي راح في حته تانية خالص. حته تانية بيتقارن بابطال الدوريات في كل دوله. هقول لكم مثلا الاهلي خد الدوري المصري. ده الدوري رقم كام؟ بس انا عايز اقول ان في معيار محطوط بذكاء. انت مش جايب ارقام صماء عشان ممكن يقول لك من كام مباراه من كام، لا ده انت عامل نسب. ايوه، يعني انت مثلا لعبت 100 دوري خدت منهم كام، وغير لعب 150 دوري ممكن يبقى اكتر، بس نسبه الفوز بعدد الدوريات كام. بالظبط، انت حطيت النسب دي، احييك على هذا. طيب هقول لكم ببساطه، الاهلي خد الدوري المصري للموسم 42 في تاريخه، بس الدوري المصري بدا سنه 48، ما اقدرش اقارنه بدوريات بدات قبل كده او بدات بعد كده، يبقى المعيار العادل النسبه المئويه. فبين مرات الفوز ال 42 الدوري المصري اتلعب 61 مره، ده الموسم 61. فهتلاقي الاهلي ما شاء الله رقم واحد على مستوى ابطال دوريات العالم هذا العام في مرات احراز اللقب. الاهلي عنده 42 لقب بنسبه 68.8%. ليفربول بطل الدوري الانجليزي حقق اللقب ال 19 بنسبه 10.8%. ريال مدريد 34 لقب 38.2%. اليوفنتوس عنده 31%. البايرن عنده 27%. سان جيرمان عنده 11.1%. الترجي عنده 30.9%. الرجاء المغربي عنده 17.3%. والهلال السعودي عنده 35.5%. وشباب اهلي دبي عنده 15.5%. اذا يعني باختصار الاهلي 68، الاهلي في المركز الاول في عدد مرات الفوز، رغم انه مش اعرق او اقدم دوري، ولكن النادي الاهلي حقق 42 لقب، بينما ريال مدريد اللي هو في المركز الثاني حقق 34 لقب. مرات الفوز بالنسبه المئويه، السنه دي الاهلي في موسم الجداره الكامله، الجدارة التامة، بيكسب 28 مباراة في ال 34 مباراة اللي لعبهم، دول بنسبة 87%، أو سوري 82.3%. ما تفوقش على الأهلي في الخانة دي إلا ليفربول. ليفربول عنده 84% والأهلي عنده 82.3%. الفارق فقط عدد المباريات، لأن هو هناك بيلعب 20 أسبوع، أنت بتلعب، هو بيلعب عنده 20 نادي 38 اسبوع، انت بتلعب 34 بالظبط. فالاهلي الاول بعد ليفربول، هو الثاني بعد ليفربول في عدد مرات الفوز السنه دي، رغم ان هو ينفرد عن ليفربول. ليفربول خسر يا ماتشين يا ثلاثه، الاهلي خسر ماتش واحد، الفرق فروق تعادل. طب عدد النقاط، الاهلي ما شاء الله حصل رقم قياسي في تاريخ المسابقه، الاهلي وصل للنقطه 89، وده رقم قياسي مصري في تاريخ المسابقه. ده يديك نسبه كام؟
87.2%، يعني من النقاط المتاحة في الدوري السنة دي الأهلي خد 87.2% منهم، هو الأول، لأنه ليفربول الثاني 86%، ويتدرج بعد كده الريال 76 واليوفنتوس 72 وبايرن ميونخ 80. طب فارق النقاط عن الوصيف، الأهلي عمل أكبر فارق عن وصيفه، الأهلي فارق عن الزمالك لحظة التتويج أو في ختام الموسم 21 نقطة كاملة، ده بعد خصم الثلاث نقاط، بعد خصم الثلاث نقاط فارق مع الوصيف. الأهلي عنده 42 لقب، الزمالك عنده 12 لقب، الأهلي عنده 30 لقب فارق عن الوصيف، وده أعلى فارق بين أبطال دوريات العالم كلهم جدا. الأهلي حسم الدوري بدري يا باشمهندس قبل النهاية بسبع أسابيع في المركز الأول، وده لم يتحقق في أي دوري في العالم. ست معايير على مستوى العالم، الأهلي الأول في خمسة والتاني في لقب، يعني الستة واحد ده ختمها ونعمل القياس.